قناة محبين الطيور ابن البصرة خاص، طبعا ذن لوت التنوية. هذا الزواج الأصلية، هاي احنا نصيح لها بغدادية، انتم تصيحوا لها حمرك وعالمك وعالم، تصيح لها انواع اسماء. وهذا عنبري، هذا طبعا يزرق جواه هنا أنا. ما بزرهن. هذا اللوت وفراخن بالبيئة ذنيت. هذا الدشش هم زرق جواهن، طبعا فراخن جواهن بس مو فراخن، حاط جواهن بيض لوت. هذا الفيلي وهاي دشية مضروبة على تار، بس مو تار، مو تاري. هذا الزواج المال فكي طبعا، بس هم مو بيضات الحاطن، هم نزرق جواهم بيضات لوت. هذا النهم دشش بس هم مو بيضات، حاط جواهم بيضات لوت. هذن كلهن طبعا ما تزريق ذني جاي يشوفونهن، حجوهم بيضات لوت. هذن زواجل، هذن مال فكه طبعا. هذا احنا نصيح ليراني هو دشي. هذين هم زرق جواهم بيضات، وهذاك الفريخ مال لوت جوه ما يبين ظلمة. هذا نفس الحالة هم معه جواهم بيضات لوت، هاي كلها من تزريق طبعا. الحمام جاي صوره، ما عدا كم زوج مال لوت بالبداية. هذن طبعا ما خلي بيضات جواهن، زرق جواهن بيضات لوت وذن فراخ، وهسن بيضا وهم زرق جواهن مال لوت. طبعا ذن لوت خنابوي، هذا اللوت اثنينهن نفي وذكر. هذن عرايس، هذا نجل فوق لوت. هذا انتور، هذا انتور اصطيات. هذا النهم تور، هذا اللوت. هذا عايفين بسطح دايحات. هذا ابن التور طبعا شاكله، طبعا عنده حمام بالمئات ما بعد جوه هواي. على موضوع النظافة ما اقدر انظف لان حمامه هواي مثل ما جاي يشوفون.
بس هاي ما اعرف اعتقد مصري زاج المصري لان هاي من شو اسمه كافه صيت هاي ما اجيب هيك نوعيه يعني. انا